السيد الحكيم الآن في السعودية، وقبل أيام السيد هادي العامري ذهب إلى أقليم كردستان لطلب الوساطة والمساعدة، واليوم أيضا بعث برسالة، أقصد السيد هادي العامري لسيد مسعود برزاني بعث إليه برسالة يعني طالبا منه أن يكون تدخله أو له دور بناء في المرحلة الراهنة المصيرية الراهنة. يعني هل هذا يشي بأن هذه التحركات لغاية الآن لم تؤتي ثمارها؟ يعني خاصة السيد هادي العامري الذي ذهب إلى أقليم كردستان، يعني هل الرسالة تشي بذلك؟ دعني أقول لك أني أيد الأستاذ أحمد فيما يتعلق بالدور الذي ممكن أن تقوم به المملكة العربية السعودية في العراق، والعلاقات المشتركة السياسية الاقتصادية التنموية حتى المناخية، ليش هو المناخ قليل الآن، الأزمة أزمة المناخ بالعالم ستكون هي لها الأولوية خلال السنوات القادمة. مع ذلك الدور السعودي أعتقد ممكن يتنامى بشكل إيجابي وبشكل مرضي يعني من قبل الجميع، إذا لاحظنا مفهوم التدخل. يعني الآن في الحرب الأوكرانية الروسية كم دولة بالعالم تتدخل من أجل نزع فتيل الأزمة بين أوكرانيا وروسيا؟ التدخل ليس دائما سلبي، إنما الكثير من صيغ التدخل إيجابي وطبيعي وحتى طلب الوساطة. أما فيما يتعلق بسيد هذا العامري ودوره، سيد هذا العامري أيضا رجل دواره إيجابية في العادة، وهو رجل حوار ومتزن، وبالتالي ما رسالته للسيد البرزان تدخل في هذا السياق، لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني والكرد بشكل عام هو جزء مكون رئيسي من مكونات الشعب العراقي وكذلك السنة، وبالتالي الآن الأزمة الشيعية تتطلب حلا وطنيا، وهذا الحل الوطني يأتي من كل الأطراف. صحيح الحل المسار الأول هو تقريب وجهات النظر بين التيار والإطار، لكن المسار الثاني والحقيقي هو كيفية أن نحل المشكلة العراقية، باعتبار أن الانتخابات هي انتخابات عراقية، والنتائج عندما تكون هي تكون لكل الشعب العراقي، سواء كانت هذه نتائج الانتخابات لصالح هذا الطرف أو ذاك، وبالتالي كل هذه الأمور ممكن أن تؤدي بالنهاية إلى حل الأزمة. والأدوار التي تقوم بهذه الشخصيات، يعني السيد الحكيم الآن في المملكة العربية السعودية، والسيد هذا العامري يطلب من البرازان تدخل ويروم زيارة الحنان لقاء السيد الصدر، كل هذا يأتي في سياق محاولات التهدئة وكذلك إيجاد حل، وكذلك الأمم المتحدة أيضا عندما تحضر مؤتمر حوار وطني عراقي، كل هذه الجهات والأطراف هي بالنتيجة تريد أن تقوم بدور إيجابي لحل الأزمة التي نعانيها الآن.